استمراراً لريادة مصر إقليمياً ودولياً في دعم قضايا التحضر والاستدامة والعمل البيئي، اختارت الأمم المتحدة وبرنامجها للمستوطنات البشرية هابيتات مدينة الإسكندرية مقراً للاحتفال بيوم المدن العالمي 2024 تحت شعار الشباب يقودون العمل المناخي والمحلي من أجل المدن. يأتي ذلك في إطار فعاليات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي WAF 12، ما يعكس التقدير الدولي للتجربة المصرية الفريدة في تسريع وتيرة التحضر وتحسين جودة الحياة. شارك الإسكندرية الاحتفال باليوم العالمي للمدن يوم 31 من أكتوبر بمكتبة الإسكندرية.